أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم في هذا الفيديو جديد النسخة الأخيرة من توزيعات أوبونتو، النسخة 12.10 في إصدارها النهائي. نبدأ من اللوحة الرئيسية حيث أضيفت لها خاصية المعاينة. مثلا هنا حين تظهر لي التطبيقات المشغلة مؤخرا أو الملفات، لو ضغطت عليها يمين يظهر المصغر لذاك التطبيق، به صورة، به وصف للبرنامج أو التطبيق، اسمه، نوعه، هل مفتوح المصدر أم لا. ولو كان البرنامج مثبت يعطيني إمكانية تشغيله. هنا يمكن التنقل بين البرامج على هذا الشكل، إلى الأمام أو إلى الخلف. كما قلت، لو كان البرنامج مثبت يعطيني إمكانية تشغيله، فتحه مباشرة أو حذفه دون الدخول لمركز برمجيات أوبونتو. لو ضغطت يمين أو يسار على البرنامج أو اللوحة الرئيسية، ضغط يمين تفتح لي نافذة المعاينة، ولو ضغطت مباشرة يفتح البرنامج. بالنسبة للملفات أو المجلدات أو ملفات نصية، صوتية أو ما إلى ذلك، لو ضغطت يمين أيضا تظهر لي إمكانية مشاهدة معاينة لها أيضا، وأيضا فتح ذكاء المجلد في حال كان مجلد. بالنسبة للتطبيقات، حتى لو كانت غير مثبتة يمكنني دائما الضغط يمين عليها، وهنا يظهر لي إمكانية تثبيت ذاك البرنامج مباشرة دون الدخول لمركز برمجية أوبونتو أو الانتقال لموقع مطور البرنامج. هنا دائما إمكانية التنقل بين البرامج، يمين يسار كما أريد. أضغط مرة أخرى أعود للنافذة. بالنسبة للتطبيقات، للمجلدات أو الملفات، لو كانت ملفات صوتية أو ملفات مسموعة، صوتية هي المسموعة، ملفات صوتية أو ملفات فيديو أو ملفات نصية، لو ضغطت عليها يمين فيعطيني أيضا إمكانية فتحها، فتح المجلد الذي تحت موجودة به، وأيضا إمكانية إرسالها بالبريد الإلكتروني مباشرة. الآن ليس لدي هنا أي ملف نصي أو صوتي أو فيديو مفتوح، لذلك لا يمكنني أن أظهر أو أقدم ذلك بالتطبيق. ما علينا، الآن ننتقل لشيء آخر موجود أو أضيف في اللوحة الرئيسية، هي إمكانية البحث في الأنترنت مباشرة. حين أقوم بالبحث عن برنامج أو عن شيء ما، تظهر اقتراحات بالنسبة للبرامج غير مثبتة بالنسبة لي يمكن تثبيتها، لكن يظهر أيضا إمكانية البحث في الأنترنت. بالنسبة لي هذه الخاصية قمت بتعطيلها. التعطيل يكون من إعدادات النظام، الخصوصية، وهنا نتائج البحث عند البحث في لوحة يونيتي، تضمين نتائج البحث في الأنترنت. أنا قمت بإلغاء هذه الخاصية. لو هي افتراضية المفعلة، أي أنك حين تبحث عن شيء ما تظهر لك أيضا نتائج البحث في الأنترنت. شيء آخر بالنسبة للجديد، هنا جديد خاص بالمشغلات، حيث أضيف ما يسمى بمشغل أمازون. يمكن فتح من خلاله يمكن فتح موقع أمازون مباشرة، وحين نفتحه يكون المشغل يعني مفتوح، يعطيني إمكانية هنا التنقل لبعض الأجزاء المهمة في الموقع. نفس الشيء بالنسبة لمواقع مشهورة أو ما يسمى بالفعل مواقع مشهورة، تم إضافة ما يسمى بالويب أبس أو تطبيقات الويب أبس. هذه التطبيقات تطرقت لها في درس أو في درس جديد توزيعات أوبونتو 12.10 لما كانت لا تزال في النسخة التجريبية ألفا 2، وقدمت تطبيق لها. الآن فقط سأذكر بأنها تمكن من إدراج أو دمج مواقع معروفة داخل مكتب أوبونتو. مثلا حين أدخل على تويتر سيعطيني إمكانية دمجه هنا، لضغط على انستال سيتم دمجه داخل مكتب أوبونتو، فيصبح لي إمكانية فتح تويتر مباشرة من اللوحة الرئيسية. مثلا أنا دمجت يوتيوب، مثلا يمكنني البحث عن يوتيوب وفتحه مباشرة من اللوحة الرئيسية. لو كان الموقع به تنبيهات كموقع فيسبوك، تويتر، أي أنه يظهر تنبيهات، فسيتم أيضا دمجه في لوحة أو في أيقونة الرسائل، حيث تظهر هنا تنبيهات في حال كان هناك تغريدات جديدة، رسائل أو ما إلى ذلك. دائما بالنسبة لدمج المواقع المعروفة أو الحسابات المعروفة بالنسبة للتواصل الاجتماعي وغيرها،
في إعدادات النظام هناك ما يسمى بحسابات الإنترنت، يمكن من خلالها إضافة حسابات عديدة. ميزة ذلك أنها تدمج أيضا في مكتب أوبونتو، تدمج في برامج البرامج الافتراضية بالنسبة لأوبونتو. مثلا لو أضفت حساب لك على فليكر فسيتم دمجه مباشرة في برنامج إدارة الصور شاتويل، حيث يمكنك رفع صور منه مباشرة إلى فليكر. طيب، هذا بالنسبة لبعض الإعدادات الخاصة باللوحة الرئيسية. بالنسبة لمشغلات، هناك أيضا إمكانية الآن تبديل مكان مشغل مساحات العمل. الآن يمكن أن أجره لأي مكان أريد، في النسخ السابقة كان موقعه ثابت. الآن أنتقل لإعدادات النظام لأنها فيها بعض التغييرات، وتغيير مهم فقط واحد هو ما يسمى بالمشغلات الإضافية. كانت في النسخ السابقة موجودة ضمن فئة تعتاد، الآن تم إضافتها لمصادر البرمجيات. حين ندخل على مصادر البرمجيات نجد لسان جديد هو تعريفات إضافية، نجد فيه تعريفات خاصة بالنسبة لكارت الشاشة أو كروت أخرى في حال كانت متوفرة. الجديد الآن هو أيضا بالإضافة إلى تغيير مكانها من إعدادات النظام إلى مصادر البرمجيات، وأنها تظهر التعريف المشغل أو المستخدم حاليا حتى لو لم يكن تعريف إضافي. مثلا أنا أستخدم الآن التعريف المدمج في النظام، تعريف مفتوح المصدر، تعريف نوفو الخاص ب كروت الشاشة انفيديا. في التوزيعات أو النسخ السابقة لم يكن ذلك يظهر، كانت تظهر فقط التعريفات الخاصة الممكن تفعيلها. تفعيل التعريفات الإضافية يمكن أن يفيد من يواجه مشاكل في كروت الشاشة، الجودة ليست جيدة أو ما إلى ذلك. إذا يمكن الدخول لإعدادات النظام، مصادر البرمجيات، تعريفات إضافية، وهنا تفعيل التعريف الإضافي المناسب لكم. شيء آخر أريد الحديث عنه هو مدير الملفات نوتيليس. كنت قدمت أيضا الشكل الجديد الذي كانت تبنته توزيعات أوبونتو أو بيئة المكتب جنوم المطورة لبرنامج نوتيليس في النسخة ألفا 2، حين قدمت جديد توزيعات أوبونتو 12.10. كانت أوبونتو تبنت النسخة الأخيرة من برنامج نوتيليس النسخة 3.6.0. هذه النسخة عرفت تغيير لتصميم البرنامج، عرفت حذف العديد من ميزات البرنامج، لكن في النسخة النهائية من توزيعات أوبونتو 12.10 تم التراجع عن ذاك التغيير والإبقاء على النسخة 3.4 من برنامج نوتيليس. هذه النسخة لا زالت تتوفر على ما كانت تتوفر عليه في النسخة 12.04 من ميزات مثلا اللوحة الإضافية التي حذفت في النسخة 3.6 من برنامج نوتيليس، لا زالت الآن في النسخة 3.4، وأيضا ميزات أخرى تم حذفها في النسخة 3.6 جعلت أوبونتو تتراجع عن قرار تلقية النسخة الخاصة بمدير الملفات الخاص بها. بالنسبة للبرامج دائما لم يقع أي تغيير بالنسبة للبرامج الإضافية، لا زال متصفح فايرفوكس هو المتصفح الرسمي، ثاندربولت هو مدير البرامج أو مدير البريد الإلكتروني الرسمي، رايثم بوكس مدير الصوتيات، توتيم مدير الفيديوهات، شاتويل مدير الصور. لكن تم تحديث نسخ هذه البرامج لنسخها الأخيرة، فايرفوكس النسخة 16، ثاندربولت النسخة 16. تقنية لو تحدثنا عن النظام بنفسه سنجد بالنسبة للنواة يمكن معرفة نسخة نواة لينكس عن طريق إدخال الأمر uname-r. النسخة 3.5.0 بالنسبة لنواة لينكس، وبالنسبة ليونيتي يمكن معرفة نسخة يونيتي بإدخال الأمر unity-version وهي النسخة 6.8.0. إذن كانت هذه أهم التغييرات التي يمكن أن أظهرها لكم أو يمكن يعني أن أتكلم عنها الآن، لأن هناك تغييرات أخرى خاصة بمدير الدخول تم تحسينه، تم إضافة إمكانية الدخول لأجهزة عن بعد. هناك تغييرات أيضا تمت بالنسبة لمراحل التثبيت، من يريد تثبيت توزيعات أوبونتو، من يريد الترقية حتى لو قام بتثبيت
القرص أو النسخة الجديدة عن طريق قرص، فسيعطيه مدير التثبيت، سيعطيه إمكانية الترقية من خلال القرص الجديد الذي يريد التثبيت منه. هناك إمكانية أخرى، هناك حذف لواجهة يونيتي 2D لم تعد متوفرة. الآن هناك نسخة يونيتي العادية فقط ونسخة جنوم فيلباك أي جنوم كلاسيك العادية. ما ينقص أوبونتو والشيء الذي يجب على ما أعتقد العمل عليه أكثر هي إمكانيات التشخيص. شيء غريب أنه مثلا في جميع النسخ لحد الآن بعد تبني توزيعات أو تبني واجهة يونيتي أنك تضطر لتثبيت برنامج لتغير الخط أو لتغير السمة. هذه أشياء أعتقد أنها يجب العمل عليها لتكون أوبونتو في الطريق الصحيح. هناك تركيز كبير على اللوحة الرئيسية، إضافة أشياء جديدة، لكن أعتقد أنه يجب العمل أيضا على إضافة إمكانية التشخيص أكثر مما هي متوفرة الآن. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.